ينضم إلينا الآن في هذه النشرة زميلنا ومراسلنا في نيويورك طلال الحاج. مساء الخير طلال، وأهلا بك في هذه النشرة. يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة للتطورات في أوكرانيا، ما الذي نعرفه عن هذه الجلسة طلال؟ نعم، هذه الجلسة الطارئة جاءت بطلب من أوكرانيا، وأيدتها في ذلك جميع الدول الغربية داخل المجلس، وهي 5: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، بالإضافة للنرويج وإيرلندا، وكانت معهم أيضا، انضمت إليهم في الطلب ألبانيا. ستعقد بعد نحو 20 دقيقة من الآن، وهي ستكون مفتوحة، وسيتحدث فيها في البداية الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وستتبعه أيضا بإحاطة أخرى روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية السياسية وبناء السلام، أي سنسمع إحاطتين على أعلى مستوى في الأمانة العامة، وهو أمر يندر حدوثه في المجلس حول نفس الموضوع. طبعا السبب واضح، فالجميع يعتقد أن الغزو بات وشيكا. أوكرانيا بعثت بالرسالة هذه مساء اليوم لرئاسة المجلس، و من غرائب القدر أن رئاسة المجلس هي في يد روسيا، وتقول فيها أوكرانيا أنها بسبب تدهور الوضع الذي يهدد سيادة الأراضي الأوكرانية، وبناء على تعليمات الحكومة تطلب كييف عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن وفقا للمادة 34 و35 ميثاق الأمم المتحدة، وهي المواد التي تعطي مجلس الأمن الحق في إجراء التحقيق في أي نزاع يعتبر تهديدا للأمن والسلم. وطلبت أوكرانيا أيضا المشاركة في هذه الجلسة لأنها ليست عضو في مجلس الأمن وفقا للمادة 27 من قواعد المجلس. طبعا الجميع يتوقع أن الغزو سيكون هذه الليلة قبل الصباح بتوقيت الولايات المتحدة. توني بلينكين وزير الخارجية في لقاء مع شبكة NBC قال أنه يتوقع أن يكون الهجوم قبل انتهاء الليلة، وكان طبعا يتحدث في توقيت واشنطن، أي خلال الساعات 6 القادمة أو ما شابه. ولكنه أضاف أنه ما تزال هناك فرصة لتجنب عدوان روسي كبير على حد قوله. طلال، ترأس روسيا للمجلس الأمن حاليا، هل سيغير من الجلسة المرتقبة، جلسة طارئة؟ لا، لن يغير، ولكن تعرف أن دائما يختار كما حدث في الجلسة الطارئة السابقة يوم الاثنين، دائما في الساعة 9، أي الثانية غرينتش أو الثانية والنصف توقيت غرينتش صباحا، وهو توقيت طبعا لا يناسب الإعلام، لأنه معظم التلفزيونات الأمنية تفرج عليها في أوروبا، الناس في منتصف الليل نائمون. ولكن هذا هو اختيار رئيس المجلس. عادة مثل هذه الجلسات الهامة والمصيرية في واقع الأمر تعقد في أوقات تمكن الناس من المراقبة والمشاهدة، ولكن هذه الجلسة لن ينتج عنها هذه الليلة أي قرار أو بيان. ربما ينتج قرار أو بيان في نهاية الأسبوع، ولكن كما تعرف أي قرار يشجب التحركات الروسية أو حتى لا يعجب روسيا ستكون له موسكو بالمرصاد، وستمنع صدوره باستخدام حق النقد أو الفيتو. طيب، ماذا تعني أن تكون الجلسة مفتوحة طلال؟ وبمعنى هل سيتم نقل كل الكلمات بطريقة مباشرة على الهواء؟ نعم، وستكون جلسة صاخبة في واقع الأمر، لأن الجميع يتوقع كما قلت أن الغزو بات وشيكا. وأتوقع وأرجو أن أكون مخطئا من مراقبتي لما يحدث في هذه المنظمة على مدى سنين، أن السفير الروسي كما حصل عام 2014 عندما قاموا بغزو وضم شبه جزيرة القرم، أن السفير الروسي سيتحدث عن الهجمات على مناطق الانفصاليين من قبل القوات الأوكرانية، وعن تهديد لنحو 4 ملايين يعيشون في الدونباس، وهو ما يتحدث عنه الإعلام الروسي في واقع الأمر. وأعتقد أنه سيعلن أن حكومتي دونيتسك ولوهانسك، التي وهما طبعا جمهوريتان معترف بهما من قبل موسكو،
طلبتها من الحكومة الروسية بصوت رسمية تدخل القوات الروسية لرد عدوان القوات الأوكرانية. شكرا. طبعا هذا ستكون ذريعة وسيكون أسف جدا المقاطعة. كل شكر لك طلال على كل هذه المعلومات من نيويورك، مراسل الحدث طلال الحاج. ختام النشرة، إلى اللقاء.